سنة طيبين، رمضان كريم. أهلا وسهلا بكم في مركز الجزيرة الثقافي. احنا النهاردة في زينة رمضان، كل سنة وكنت طيبين، ويا رب كده سنة سعيدة عليكم وشهر وسنة مليانة خير وبركة وتضامن. احنا النهاردة بنزين رمضان علشان من خلال الزينة بنتعرف على بعض أكتر، بنعيش جو فيه سعادة وفي فرح وفي فعلا بهجة، ودي أجواء رمضان الحقيقية يعني. فأهلا وسهلا بكم كمان في الفعاليات اللي هتكون في رمضان. هتكون عندنا حفلات كتير، وهتكون عندنا نادي سينما كمان موجود. وتابعوا صفحة الفيسبوك بتاعت المركز، هتلاقوا عليها كل التفاصيل عن كل برنامج رمضان وعن ما بعد رمضان كمان. كل سنة وحضراتكم طيبين، وأهلا وسهلا بكم. كل سنة وانتم طيبين ومستنيينكم في الجزويت.